नमो इंडिया में आपका स्वागत है। السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم فين انا في واحد السوبر مارشي هندي، كنت ديجا درت التغطيه ديالو شحال هادي، وسولوني بزاف البنات المساكنين هنا في جزيره موريشيوس، قالوا لي فين كاين هذا السوبر مارشي اللي خاص بالمنتوجات الهنديه، في غير المنتوجات الهنديه. المهم بغيت نوريكم كات بورن، الشارع كبير اللي هو لتحت، تحت الشارع كبير كتطلعوا مع هذاك الشارع، يعني تحت شنو كاين؟ كاين سوبريو هذاك الصغيور، سوبريو سوبر مارشي صغير تحت، ومانجو تحت، وتما كتطلعوا مع هذا الشارع حتى كتخرجوا سوبر اينيك. ها هو هذا سوبر اينيك. هناك بغيت نوريكم شي حاجه اللي هي سبيسيال هنا في السوبر مارشي، هي هذه الشرموله ولا المعطريه ولا البارات اللي كيديروها في الباربيكيو اللي كنديروها حنا شخصيا. هذه التندوري تخلطوها مع دانون مسوس بلا ملحه بلا حتى شي حاجه، غير دانون مسوس يعني يوغر طبيعي، مع هذه الليله كامله الدجاج وكتشوي على غزاله، او هذه حتى هي، وهذه شي كانتيكا، يعني شي كانتيكا كنديرو فيه غاد الشرموله مع دانون مسوس كما قلت لكم، يوغر طبيعي الليله كامله كن نقطعوا الدجاج بحال هكا ونديروه على غتليه صافي كنشويوه بالقطبان. هذا هو الشي كانتيكا اللي باين في التصويره، شي كانتيكا ديال الهنود، ديال المانكو اللي كيبغيوه بزاف الهنود، خاصة الزوج ديالي كيحماق عليه بزاف، جاي من باكستان هذا، هذا ضروري عندنا ناخذو. واللي سبيسيال مزيانين هنايا مثلا البنات اللي ما كيعرفوش يديروا بطر شيكن، يعني كنت شاركتها معكم بالعطريه ديال اللي كيديروا الهنديات في المنزل، البنات اللي يلاه كيتعلموا الطبخ وداكشي في الهند داروا لهم بحال هكا، يعني ديك العطريه كامله كاينه هنا، كيشدوا ديك العطريه كيديروها في الماء سخون وكيديروها مع مطيشه، وها هو عندها بطر شيكن. يعني بالنسبه للمغربيات اللي ساكنين هنايا في جزيره موريشيوس راه غادي تنفعهم بزاف، الا ما كنتوش عارفو صاوبوا بطر شيكن غنوريتها انا ندخلها لكم في صندوق الوصف، الا بغيتو زعما كنتو خدامين وهذا غادي ديرو غير هاد الساشي ساهل ماهو. وهنايا كاين بانير حتى هو كيفاش هو ساهل ماهو، كتخلطيه في الماء. هاد العطريه راه كاينه في الامارات كاينه في السعوديه، هادي ديال الشيكن برياني دجاج، برياني بالدجاج، هادي مرق ديال الغنم لحم الغنم، يعني محتاجينش كاع ياخذوا العطريه ويديروها، يعني العطريه كلها كاينه هنا، خلطها بالماء مع اللحم صافي كيطيب. والبانير اللي كناخذ انا يعني نشوف الهندي اللي كنديروه بالمرق كناخذ هذا، انا كنجني هذا كيطيب مزيان يستاهل بلا طياب كتحطيه. وكاين انواع كثيره، كاين هذا يعني هذا فيه كبير متخوش بارين، هذا كانوا الناس القدامين في الهند كيصاوبوا، العيالات بحال حماتي كيصاوبوا راسهم، دابا الهند دارت يعني منتج بحال هكا في الساشي يستاهل. وفي التقاليد الهنديه ملي كيجي عندهم شي حد يعني كيعطيو بحال هذا البيسكي هذا مع الشاي الهندي اللي فيه فواكه جافه، وهذا سوسيتي عندهم في الهند، جاي هذا البيسكي جاي من الهند، يعني 100 عام في الهند هذا كيديروا الضيافه تاعو بزاف.
وهذا بالنسبه للناس اللي فيهم السكر اللي عندهم مرض السكري اللي كياخذوا هذا ما فيه السكر بزاف يعني نفس الخاصيتي وما كيديروا بالشكلاط الرطاب ديال الزبده هذا جاي من الهند كاين شي حاجه اللي هي سبيسيال هي مقطع على داك العدس وهو عدس مجفف على شكل شيبس هذا كنعطيه بنتي بزاف يعني كيجي بحال شيبس وهو راه عدس يعني مفيد ليهم هذا نمكين فيه فواكه الجافة وفيه بحال بحال شيبس عويدات كيشربوه الهنود مع الشاي النودلز اللي كتباع في الهند يعني في الهند كيديروها هكا مصالا نودلز كيبغيوها بزاف الهنود هاد الأكلة الشعبية ديالهم يعني. الزعفران اللي كناخد كاين الزعفران الاصفر وهما ثلاثه الانواع كاين الذهبي وكاين اللي بنك هذا الحامض انا كناخد هذا الجولدن وبالنسبه للناس اللي كيجري على بانيبوري هاي المصالة ديالي اللي كناخدها من هنايا باش كنصاوبو بانيبوري وهذا الشعير كيديروا به واحد التحليه عندهم في الهود انا نشاركها معاكم هذه اللي كنت كنوريكم الفلفل الاحمر منه كيعطي اللون ومنه كيعطي الحار اللي كنطيب به يعني وهذا الدقيق اللي كنطيب به واش كيجي فيه هذاك الشربتي ولا الروزي مزيان الدقيق الحار كان جاي من الهند هذه هي السمنه اللي كناخذ هذه راه مهمه بزاف للاطفال ديالكم كياكلوا الروز مع العدس عطيوهم معلقه صغيره فيها الفيتامينات والبروتين رائعه هذه الدراري الصغار وهي اللي كندير بها انا الباراطا وكل شيء هاد السمنه هاد كاين وحده اخرى زرقاء حتى هي تنديرها وهذه اوراق الحلبه اللي كنبقى نزيدهم مع الماكله ديما هذه هادوك نقليوهم في الزيت بيبر هذه مصنوعه من العدس وهذا هو الحمص الناس العرب اللي كيقلبوا عليه الحمص لبنانيز العادي وهذا بالحار سبايسي حمص بالحار وهذا بالفلفل الاحمر العادي بدون حار هذه هي الطبقه جينا نتغداو هنايا في مطعم هندي السيدة هندية عندها الناس اللي كيشتغلوا عندها يعني كلهم هنود يعني غادي تاكلوا اكل هندي يعني 100% تخيلوا راسكم راكم في الهند وبالاسمنه مناسبه يعني بزاف ناس سولوني ملي كنصور شي مطعم يعني شنو الاسمنه ديالو واش رخيص ولا لا يعني انا كاين شي اماكن ما نقدرش نقول لكم حيت كاين ملي كناخذ الاذن من صاحب المطعم تيقول لي ما تصوريش الاسعار يعني صوري اللي بغيتي ما تصوريش الاسعار يعني هنايا انا خديت الاذن وقالت لي يعني ممكن تصوري الاسعار لان الصراحه هنا الاسعار مناسبه يعني تجيو عائله كبيره تاكلوا اللي بغيتوا وتخلصوا غير شي حاجه قليله وفين جا هذا المطعم يعني اون فاس مع سوبريو هو السوبر مارشي سوبريو الناس ديال بيلروس والاكل هنا طبيعي الحال حلال لانه هو اكل هنايا اكل نباتي يعني حتى الزيت اللي مستخدمه فيها يعني نباتيه يعني ما عندهم لا دجاج ولا لحوم يعني الناس اللي كيبغيو ياكلوا الاكل النباتي الصحي ممكن يجيو لهنا وانتم غتشوفوا شنو غادي ناخذ وغادي نصور لكم اي حاجه في المحل ودابا دخلتكم المطبخ ديالها باش نوريكم انا كيفاش كتصاوب الدوسه وهنا عندها هي 15 نوع كتصاوب 15 نوع ديال الدوسه يعني غادي تشوفوا شنو النوع اللي بغيتوا وغادي تاكلوا انا شخصيا محبين الدوسه ديال هاد السيده وغادي نوريكم السيد كيفاش كيصاوبها يعني وبصراحه عجبتني انا الكوزينه ديالها يعني المطبخ ديالها نقي ونظيف وحتى الكونسيبت اللي كتعطي يعني الكميه اللي كتعطي يعني مزيانه مقارنه مع السعر يعني دابا غادي نوريكم كيفاش كتصاوب هذا خليط ديال الاروز كيشدو جوج انواع ديال الروز كيرقدوهم في الليل وعلى غدلي كيطحنوهم مع الماء ديالهم
وهنايا دايرين الماء، دايره السميده، دايره الكمون حبوب، وشويه ديال السمنه شويه باش غادي نخدموا بها هاد الدوسه اللي غادي نوريكم دابا. رغد كان شويه دا الفلفل الحار، دا الكمون حبوب، هذا القزبر، فقط القزبر، يحك هذاك الجبن الهندي ديال البانير. من بعد ترى هذاك الماء اللي فيه السميده اللي وريتكم، بيتر سيت يخليها تقريبا 10 ديال الدقائق، وهذه اللي وريتكم سميتها روا دوسه كيديروا فيها السميده، وكاينه الدوسه الاخرى اللي كيديروا فيها المصاله دوسه كيديروا فيها الارز اللي وريتكم، يعني كاين انواع كثيره ديال الدوسه. سميتها روا يعني كاينه غير عند هاد السيده في جميع جزيره موريشيوس، ما كايناش. هادشي اللي قال لي الزوج ديالي يعني كيقلب عليها كيحماق عليها، وكاينين دوسات اخرين في يعني في مطاعم اخرى هنا في جزيره موريشيوس، ولكن هاد روا كاينه عند هاد السيده. المهم كنتمنى نكون عطيت معلومات على الثقافه الهنديه، وكذلك اني كنعطي معلومات حتى على الثقافه الموريسيه. غنخلي لكم لي فيديو ديال العادات والتقاليد ديال الموريسيين في صندوق الوصف، وكذلك حتى للمغرب حبيبي حتى هو غنخلي لكم الفيديوهات ديالو في صندوق الوصف ديال المطعم المغربيه، وكذلك المطعم كذلك الطاجين والقفطان في كيتباع عند واحد السيده مغربيه، تما غنخلي لكم في صندوق الوصف. وان شاء الله يعني الفيديو القادم غادي يكون التتمه ديال هذا الفيديو، فين غادي نوريكم شنو خديت اكله اخرى يعني معروفه هنايا بالتالي، وكذلك خديت حلويات هنديه وخديت تحليه هنديه، يعني كل شيء غادي نوريه لكم في ان شاء الله في فيديو قادم. ويعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك بالنسبه للناس اللي كتشوفني اول مره. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.